سنة 1938 ظهر بطل خارق اسمه سوبرمان لأول مرة في مجلة أكشن كوميكس. هذه النسخة التي تحمل الرقم 1 للمجلة والتي صدرت في حزيران 1938 تم العثور عليها بين صحف استخدمت كعازل في حائط، وذلك عند ترميم منزل قديم في مدينة هوفمان بولاية مينيسوتا الأمريكية. ديفيد غونزاليس وهو مقاول تشييد اشترى المنزل الشاغر ب 10,100 دولار واكتشف هذه المجلة، والملفت أنه 75 سنة بعد صدورها بيعت هذه النسخة ب 175,000 دولار عبر مزاد على الإنترنت. أحد خبراء القصص المصورة ستيفن فيشلر أكد لوكالة رويترز أنه لم يبقى سوى 100 نسخة من 250,000 عدد للمجلة التي صدرت في العام 1938، وكان من المقدر بيعها بحوالي 100,000 دولار، ولكنها تعدت كل التوقعات.